احنا هنا حضرتك بنتكلم على مفهوم التوسع الشامل، وبنتكلم ليه سيادتك اوليتم هذا القطاع اولويه كبيره في النطاق الاقتصادي. احنا بنتكلم على قطاع يمثل 15% من الناتج القومي المصري، يحتوي على 25% من الايدي العامله في جمهوريه مصر العربيه. اجمالي صادرات الحاصلات الزراعيه والتصنيع الزراعي قدر ب 9 مليار دولار، وهنوضح دور الجهاز في كل هذه العناصر. مخطط الدولة إضافة 4 مليون فدان. احنا هنا فندم جهاز مستقبل مصر بنتكلم عن تدرج المساحة المستهدفة للاستصلاح، مرور سريع من 2018 حتى 2024، وما هو المستهدف في 2027. نتكلم بداية 30 ألف فدان، وانتهاء مستهدف إن شاء الله ل 4.5 مليون فدان استصلاح. حضرتك احنا هنا فندم بنتكلم عن المشروعات الزراعيه. جهاز مستقبل مصر عنده عده من المشروعات الزراعيه الموجوده. احنا بنتكلم في البكوره، هي الدلتا الجديده، وسيناء، والسادات، والمنيا، وبني سويف، والكفره، والدخله، العوينات. وهنتحدث هنا احنا ليه انطلقنا في الصحراء الغربيه. احنا هنا بكوره التنميه فندم كانت سيادتك من المكان اللي احنا موجودين فيه على محور تحيا مصر، هي الدلتا الجديدة، وهي تمثل 2.2 مليون فدان. وهنا بنبين حجم وضخامة الانفاق الاستثماري في هذا القطاع من شبكات وبسترات وطرق ومحطات كهرباء، وايضا هدرات، اعمال صناعية، واجهزة ري محوري. وهنتطلع في هذا العرض برضو شركاء التنمية وكل جهات الدولة تكتفت من اجل انجاح هذا المشروع. احنا بنتكلم هنا على مشروع الدلتا الجديده، بنتكلم على مرحله اولى كانت على المياه الجوفيه، بنتكلم على مرحله ثانيه حضرتك هنا احنا بنتكلم على التحدي كبير بعد ما عرضنا على سيادتك التحدي اللي كان واجهنا من المياه الجوفيه، وسيادتك وجهت بفكره معالجه مياه الصرف الزراعي واستخدامها بدلا من اهدارها وارمائها في البحر المتوسط عن طريق البغاز. وهنا يعني بالتعاون ليه دور كبير، وبنبرز دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ان هي قامت بدور كبير في موضوع المسار الناقل لاكثر من 166 كيلو لمحطة معالجة تقدر ب 7.5 مليون متر مكعب، وهي تعد اكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي. فاحنا هنا قدام برضو تحدي كبير، والمفروض ان احنا ان شاء الله انتهاء في 2025 هيكون المسار ده بالكامل داخل مؤمد عليه مساحة زراعية مستصلحة 2.2 مليون فدان. فهنا الخريطة قدام حضراتكم بتبين حجم، اولا الجزء اللي فوق ده صورة من الأقمار الصناعية بتبين حجم الزراعات وتوسع الرقعة الزراعية الموجودة في طريق محور الضبعة. تقريبا يا فندم احنا هنا تقريبا حوالي 144 كيلو على طريق محور الضبعة. مشروع المنيا وبني سويف، هنا حضرتك يا فندم قدام زيادة الأيدي العاملة، وسيادتك دايما بتوجه بفكرة قبل اقتصاديات المشروع ان احنا ازاي نحد من البطالة ونزود من الأيدي العاملة، وعشان يخشوا في سوق العمل ويكتسبوا خبرات كثيرة. فاحنا هنا بنتكلم على 62 فدان على طريق أسيوط الشرقي، بنتكلم على حجم إنفاق ضخم، بنتكلم برضو احنا عن محافظتين في المنيا وبني سويف. مشروع سنابل سونو هو أيضا احنا بنتكلم على مدينة أسوان، وهي يعني أفضل القطاعات الاقتصادية فيها وقطاع السياحة، وسيادتك وجهت ان احنا نضيف قطاع زراعي هناك عشان نزود من الأيدي العاملة ونحد من البطالة في مشروع ل 650 ألف فدان. وكما هو موضح أمام حضراتكم حجم البنية التحتية العملاقة التي يتم تنفيذها الآن. قطاع السادات يا فندم، احنا هنا امام قطاع من افضل اراضي الزراعية من حيث التصنيف الحقلي ومن حيث المياه الجوفية، وافضل قطاع في عوائده المالية. وايضا احنا امام مشروع اخر في الدخلة والعوينات، وكنا فندم يعني بعد وزارة الري كانت اوصت بوجود خزان جوفي في منطقة الدخلة العوينات،
وكان لسه يعني كان في فكره ان احنا هنعمل ابار استكشافيه. سيادتك وجهت ان احنا نبدا باول 15,000 فدان بدلا من ان يكونوا ابار استكشافيه فقط والدراسات يعني تاخد وقت طويل. سيادتك وجهت ان هم يكونوا 15,000 فدان بدل ما هو استكشافي تكون ابار انتاجيه، والحمد لله المعدلات ومعدل الاستعاضه ومعدلات التصرفات المائيه الحمد لله كانت جيده. واوصينا بعد ذلك ان احنا سيادتك بناء على التوجيهات ان احنا نتوسع ل 660,000 فدان، وحاليا احنا بننفذ مشروع الكفره. حاليا سيادتك تحت الدراسه لمشروع 600,000 فدان. احنا امام مشروع يقع على الخزان النوبي، وتصرفات المياه أوصت بها وزارة الري. حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد توجيهات سيادتك بتشرف حاليا وبتنفذ طريق بطول 200 كيلو عشان نقدر ندخل المعدات ونبتدي الشغل إن شاء الله من أغسطس القادم. ايضا سيادتك احنا امام الصوب الزراعية باللهون. احنا هنا برضو امام تحدي كبير سيادتك لي مع المياه. المياه مورد نادر غير متجدد، ودائما سيادتكم بتوصوا بان احنا نستخدم فكره ان المياه او الصوبه محطه تحليه. فاحنا حاليا يا فندم بننفذ مشروع 12,000 فدان. احنا في محافظه من الاشد احتياجا وهي تقع بين الفيوم وبني سويف. طبعا حجم العماله اللي موجود هناك فندم سواء العماله المباشره او الغير المباشره كثيف. المشروع فندم يعني بينتهي خلال ايام قليله، خلال 30 يوم يتم الانتهاء من المشروع. وهنا برضو هنبرز دور التنفيذ والتشغيل على التوازي. احنا هنا حاليا بدانا نزرع حوالي 60% كل المساحات اللي دخلت الخدمه ان شاء الله فندم الحمد لله تم زراعتها. واحنا هنا بنوضح حجم الانفاق الاستثماري ايضا من كلاسترات صوب. احنا عندنا 1120 صوبة، بنتكلم عن صوب اسباني بنظام الهاي تكنولوجي، وايضا بنتكلم على صوب مصري. الصوب الاسباني تقريبا حوالي 6 فدان، والصوب المصري هكتار مساحتها. بنتكلم على بوسترات، بنتكلم على محطة كهرباء 60 ميجا فولت امبير. ايضا يا فندم احنا هنا في محور الضبعة بعد التوجيهات بالتوسع في الصوب الزراعية وصوب صوب الهيدروبونيك للحفاظ على المخزون المائي وعدم إهداره وزيادة الإنتاجية. احنا بنتوسع أيضا في محور الضبعة، وأيضا هنسلط الضوء هنا ليه التوسع في محور الضبعة في المنطقة اللوجستية تحديدا وبجوار أكبر سوق موجود في مصر على مساحة حوالي 500 فدان. برضو بنتكلم على صوب 690 وعدد ضخم من محطات الرفع وأيضا من البنية التحتية. احنا هنا سيادتك قدام 150,000 فدان جهاز مستقبل مصر بيديرهم في ربوع الوطن في اماكن متناثره ومتفرقه، في الاسماعيليه سيادتك وفي اسوان وفي اسيوط وفي قنا في اماكن متفرقه في جمهوريه مصر العربيه. والحمد لله سيادتك من العامل البشري احنا دائما بنحاول ندخله في سوق العمل، والحمد لله يعني في تميز وفي اكتساب لخبرات كبيره جدا في هذا القطاع.